شباب وشابات من أبناء الوطن واجهوا كافة التحديات لينجحوا في وضع بصمة لهم من خلال إنجازاتهم على أرض الواقع، ولأن الاستثمار في الإنسان لطالما كان واحداً من أهم المحاور التي تهتم بها قيادتنا الرشيدة. ومن منطلق المسؤولية المجتمعية ارتأت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا لإطلاق مبادرة التعليم الجامعي لأصحاب الهمم، حيث أتاحت الفرصة أمام 70 طالباً وطالبة من هذه الفئة كي يحققوا أمنياتهم المستقبلية وطموحهم في الحصول على درجة البكالوريوس لاستكمال حياتهم العلمية، كما وفتحت أمامهم تخصصي علم الاجتماع التطبيقي والتربية الخاصة، على أن تتخرج الدفعة الأولى منهم في مايو من العام الحالي، ويكون بذلك قد تقدموا بخطوة ثابتة نحو المعرفة. مثل ما شفنا معكم مشاهدينا في التقرير، أطلقت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جمعية الإمارات للصم وزارة التربية والتعليم مبادرة التعليم الجامعي لأصحاب الهمم. نعم مشاهدينا، والحديث أكثر عن الموضوع يسعدنا يكون ويانا في الاستديو دكتور نور الدين عطاطر الرئيس المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا. نقول مساك الله بالخير يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج عندما يأتي المساء دكتور. سعد مساك دكتور. في النور، مشكورين على الاستضافة. نورتنا. دكتور، بداية إذا ما حدثتنا عن أصحاب الهمم في مجتمعنا وكيف يعني يتم الاهتمام فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية مشكورين جدا على هذه الاستضافة، مشكورين على تعريف عن هذه المبادرة. مثل ما تعرف أخوي عبد الله وأختي مريم إن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في قيادتها الرشيدة بداية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يطول عمره رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي الله يطول أعمارهم، اهتموا بكل فئات المجتمع، وهذه الفئة فئة أصحاب الهمم واحدة من هذه الفئات المهمة في المجتمع. يوم أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اسم أصحاب الهمم على هذه الفئة، هذا حفز، أعطى تحفيز وأعطى دافع قوي لهذه الفئة. صحيح. ولنا نحن للاهتمام بهذه الفئة أكثر والمشاركة في تطوير هذه الفئة. نحن في مبادرة جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تمكين أصحاب الهمم، جاءت هذه المبادرة ترجمة للقيادة لتوجهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بهذه الفئة، التسهيل عليهم، إعطائهم الفرصة في التعليم الجامعي اللي هم يطمحون بها، واللي ممكن بعد هذا إنه ينخرطوا في سوق العمل ويفيدوا وطنهم ومجتمعهم بشكل عام. فعلا دكتور نور الدين، فعلا حتى يعني على كلامك فعلا القيادة الرشيدة دائما داعمة للمجتمع بكافة الفئات وكافة الأصعدة. مؤخرا بعد تم إطلاق مبادرات اللي هي دمج أصحاب الهمم مع طلبة الأسوياء في وزارة التربية والتعليم من التعليم الأساسي، ولكن الحين راح نشوف المبادرة ما شاء الله دمج في التعليم الجامعي. نعم. تكلمنا عن هذا المحتوى بشكل عام. نعم، هذه المحتوى الله يسلمك، كانت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في هذه المبادرة هي الجامعة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. اللي تطلق هذه المبادرة للاهتمام بهذه الفئة، حيث قامت الجامعة بتخصيص فصل دراسي كامل لأصحاب الهمم مخصص لهم، مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية لهؤلاء الطلبة، مجهز بمترجم للغة الإشارة، يأخذ المادة العلمية من الدكتور من المحاضر ويقوم المترجم بترجمة هذه المادة لإيصالها لهؤلاء الطلبة. نعم. تسمح لي عبد الله، بس المبادرة جدا جميلة بعد عبد الله ودكتور نور الدين. نعم. أعتقد هني راح يكون الدمج مو بس فقط في التعليم، حتى في العلاقات العادية بين الطلبة، يعني يطلعون من الكلاس يروحون الكانتين. نعم. راح يكون في عندهم صداقات مع بعض وراح يندمجون. صحيح. مع يعني هو فعلا ما في فرق، يعني المفروض ان احنا فعلا نندمج مع بعض. بكل تأكيد أهداف هذه المبادرة أهداف سامية وإنسانية، بالإضافة إلى أنها أهداف وطنية منها خدمة للوطن وخدمة لهذه الشريحة المهمة. تهدف هذه المبادرة أن نعطي هؤلاء الفئة التعليم الجامعي الرصين اللي هم يحتاجون به.
تهدف إلى دمجهم في المجتمع، توعية المجتمع على أهمية هذه الفئة وأنهم هؤلاء محتاجين للرعاية ولازم نعطيهم قدر أكبر من الاهتمام، تعطيهم تسلحهم بالتحصيل العلمي الجيد والشهادة الجامعية اللي تفتح لهم سوق العمل. ممتاز. يشاركوا في النهاية يخرطون في المجتمع، نعم، في وأيضا سوق العمل. دكتور، يعني هذه المبادرة اللي أطلقتوها أكيد لها مراحل وأسس، لو تحدثنا عن المراحل. نعم، في البداية أخوي عبد الله هذه المبادرة كان لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي تكونت من اجتماعات دورية قامت بها جامعة العين العلوم والتكنولوجيا مع جمعية الإمارات للصم بتحديد مخرجات لهذه المبادرة وكيفية تطبيقها. جميل. ثم مرحلة التخطيط، حصرنا عدد الطلبة اللي يحتاجوا هذا التعليم، التخصص اللي هم محتاجين هم يدرسوا، وأعطينا دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين التعامل مع هؤلاء الفئة المهمة من المجتمع. نعم. ثم بس عفوا تنوهت على عدد الطلاب، ما شاء الله، انت قلت لي رقم انا انبهرت منه قبل البرنامج. ابتدينا بتقريبا 30 طالب والحين عندنا 70 طالب. نعم. من اصحاب الهمم. نعم. ثم في النهاية كانت مرحلة التنفيذ، وهنا دخل معنا شركاء استراتيجيين نحب نوجه لهم الشكر، اللي هم وزارة التربية والتعليم. قامت وزارة التربية والتعليم مشكورة بتحمل 50% من نفقات الدراسة للطلبة، وقام مجلس امناء جامعة العين العلوم والتكنولوجيا بتحمل 50% الاخر من التكاليف الدراسية لهؤلاء الطلبة، وابتدوا هؤلاء الطلبة الدراسة، وإن شاء الله أول فوج بيتخرج هذا الفصل إن شاء الله. اللهم آمين. إن شاء الله. إحنا فعلا نشكر كل الأيادي أو شركات الاستراتيجية في هذه المبادرة، لأن فعلا فئة تستاهل الدعم. وأنا شخصيا قابلت شخصيات عديدة من أصحاب الهمم عندي في الاستديو، وكلها شخصيات طموحة، شخصيات مبادرة، شخصيات مبتكرة وواعية أيضا. نبغي ردود أفعالهم، الأفعال ذويهم في هذه المبادرة، خصوصا أول من نوعها. يعني على كلامك دكتور، إحنا شفنا استحسان من قبلهم، من قبل ذويهم، أيضا في التقرير شفنا استحسان منهم. نعم. تكلمنا عن ردود أفعالهم. والله ما أخبى عليك أخت مريم، إن كانت هذه المبادرة لها صدى كبير عند الأهالي، لأن اللي كان الطلبة كانوا يعانوا الأمرين، إما ينخرطوا مع أخوانهم الأصحاء أو يتوجهوا للخارج ويتحملوا تكاليف أزيد لتحصيل الدراسة الجامعية. فكان لهذه المبادرة صدى كبير الحمد لله، والحمد لله بوجود الداعمين الاستراتيجيين، وزارة التربية والتعليم والجامعة الحمد لله تحملت يعني من واجبها الوطني بعض الأشياء عن هؤلاء الطلبة، فكان لها صدى واسع جدا الحمد لله رب العالمين. وهذه المبادرة مش راح تكون المبادرة الأولى والأخيرة، نطالب استمرارية إن شاء الله وأنها تعم وتشمل الإمارات الأخرى أيضا بإذن الله. مبادرة نجاح قاعدين نشوفها، وإن شاء الله في فوج قريب بيتخرج منها بإذن إن شاء الله بإذن واحد أحدنا تعمم على الإمارات الباقية بإذن الله رب العالمين. وأيضا راح تفتح لهم فرص عمل، يعني مش فقط مرحلة دراسية، أيضا في المرحلة العملية بعدين راح تكون لهم فرص عمل إن شاء الله جيدة بلا شك. دكتور نور الدين عطاطرة، الرئيس المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، نشكرك على تواجدك معنا اليوم، نورتنا وشرفتنا، ونشكركم على هذه المبادرة، فعلا يعطيكم العافية دكتور. شكرا، شكرا، جزاكم الله خير. شكرا، شكرا لك. الله فيك.